وسط حالة من الاستنفار الأمني، شهدت دول عدة عبر العالم احتجاجات ومظاهرات عمالية في يوم العمال العالمي. احتجاجات غاضبة ألهبت شوارع العواصم الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ندد فيها العمال المحتجون بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وسط دعوات للمزيد من الحقوق وصون كرامتهم التي تأثرت على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. أنا أتفق تماماً مع نهج هذه التظاهر، وهو تقليل ساعات العمل وزيادة الأجور. أعتقد أننا هنا في إسبانيا أقل بكثير من متوسط مستوى الأجور الأوروبي. شوارع العواصم الأوروبية شهدت احتجاجات ومظاهرات حاشدة، فمن لندن إلى مدريد مروراً بباريس، طالب العمال بمكافحة سياسة التقشف وبالحرية النقابية وبقوانين أكثر حماية للمواطنين الأوروبيين. كما شابت الاحتجاجات العمالية في مختلف أنحاء القارة الأوروبية اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة العشرات. لدينا الكثير من عناصر انعدام الثقة المتبادل في المجتمع والضربات السيئة التي وجهتها الحكومة للعمال والمتقاعدين والأكثر هشاشة والعاطلين عن العمل. نحن بحاجة إلى وجهات نظر والعدالة الاجتماعية ورواتب أفضل وظروف عمل أفضل وحماية اجتماعية أفضل. وفي آسيا احتج آلاف العمال في عواصم ومدن القارة بمسيرات حاشدة لوحوا فيها بالأعلام ورددوا شعارات طالبوا من خلالها بتحسين ظروف العمل ومزيد من الحقوق، منددين بالظروف المعيشية القاسية للكثيرين منهم. نحن جميعا عمال، ولكن الكثير منا لا يحصلون على استحقاقات الإجازة المناسبة، وفي الوقت نفسه يبدو أن الحكومة تستمر في إرسال رسائل مثل أنت تحصل على أموالك، لقد وافقتم جميعا على العمل في أيام العطل. يعود عيد العمال العالمي هذا العام والمشهد واحد في جميع أنحاء العالم، ملايين العمال في ساحات المدن وشوارعها يطالبون بأجور عادلة وبالمزيد من الحوافز والحقوق على وقع تردي أحوالهم المعيشية في سنة تشهد ارتفاع معدلات التضخم لمعظم الاقتصادات في العالم.